اليوم تأخذكم شاشة قناة الريان في جولة بين أروقة التاريخ، لنتمشى سوياً بين الهدايا والتحف التي حولها شغف أصحابها بها إلى مقتنيات. مقتنيات، برنامج يعود بكم إلى التراث ويعيد النبض في عروق ما تبقى منه ليحكي لنا بقية القصة. في هذه الحلقة سنكون برفقة السيد محمد السليطي في متحفه الخاص، وعودة إلى ما قبل التاريخ. أنا بديت الهواية هذه من يوم أنا صغير، أجمع القواقع البحرية اللي موجودة في البحر، وتطورت لحد ما طلعت برا ولفيت، قاعد ألف لفة الصحراء القطرية وحصلت قواقع بحرية. بدأت تنمو عندي الهواية، فكنت أروح مناطق شوي معزولة أحصل فيها أشياء عجيبة مثل أسنان القرش، الأشجار المتحجرة، وبعض الأوقات أروح مناطق ما يلحقني الوقت نشيل أحفر في المنطقة، فأجيب تريلر كبير مع شاول وأملي التريلر هذا بالحجر وأقول يلا ودك كنت عند الباب، وأشيل من الطين وأفتش فيه وأحصل. صرت بعدين أقول بعد ما عليه، بعد أروح مرة ثانية وثالثة والرابعة، وهذه بدايتي أنا في العملية هاي. تنمو مع الزمن، كل ما تطورت الأشياء زادت حبي لها وزادت رغبتي في شراء الأشياء هذه. بديت بعدين أشتري من برا عن طريق الإي بي في النت، ومن معارفي يعرفوني أنا محمد سليطي إذا يشتري الأشياء المتحجرات، ودفعت عليها مبالغ كبيرة حباً في هالهواية هذه. وأقول لكم أنا الهواية هذه مو بسهلة، لازم الإنسان يدفع على أساس يقدر يحصل على الأشياء النادرة والجيدة. أحب في البداية أتكلم عن النيازك اللي قدرت أحصل عليها من قطر ومن خارج قطر. حالياً أنا أمتلك ما يقدر ب 84 كيلو نيازك، منها الحجري ومنها الحديدي، هذا الحديدي وهذا الحجري. لكن من أقرب النيازك اللي قدرت أحصل عليها اللي هذا النيزك. هذا نيزك سقط من القمر إلى الأرض. النيزك يحتوي على 90% من مادة النيكل، من أندر أنواع النيازك في العالم كله. في نفس الوقت أنا أمتلك تقريباً أكبر بيضة ديناصور في العالم اللي هذه. وعندي كمان 5 حبات بيض ديناصور اللي هو العش، شريته من برا طبعاً، غير عن البيض الصغار، وهذا النوع من البيض اللي هو هيروسروسس. هذا الديناصور فرخ وطلع منه، لكن باقي البيض اللي هنا ما زال الديناصور موجود داخله، لكن تحجر ما يقدر يطلع ولا خلاص مات انتهى. في من الأشياء العجيبة اللي عندي اللي هي هذه، هي أسنان القرش. من المعروف أن أسنان القرش انكبرت يعني بالحجم، لكن لما يجي على
ضرس بهالحجم الإنسان يستغرب يقول هذا موين؟ هذا سمك القرش عاش منذ حوالي 25 مليون سنة، حالياً هو منقرض، طوله كان حوالي بطول الغواصة، قدر يخلص على كل الكائنات الحية اللي موجودة في البحر، لذلك اضطر إنه يدخل الأنهار الكبيرة اللي في أمريكا اللي هي المسيسيبي، وهذه الأسنان حصلوها في المسيسيبي ريفر لما كان يدخل داخل، بعدين ما يقدر يرجع لما يكون التايد ينزل الماء ما يقدر يرجع مرة ثانية فيموت. برجع مرة ثانية عن النيازك. النيازك في السماء لونها أبيض، مو مثل ما نشوف دائما اللون الأسود الغالب على النيازك، هو أبيض، لكن دخوله المجال الجوي يبتدي يحترق، وفي نفس الوقت يتغطى بمادة الكربون اللي موجودة في الفضاء فيتحول إلى لون أسود، لكن بعد تنظيفه يطلع أبيض. هذا النيزك الفريد اللي قدرت أحصل عليه من قطر، نيزك من قطر، من جنوب قطر. في شيء ثاني كمان، الأشجار، هاي الأشجار حصلنا عليها من قطر لها تقريبا حوالي 200 مليون سنة أو أكثر بعد. هذا الحجر اللي في يدي اسمه ستيمولويد، عمره 2.58 بليون ييرز، من قطر. في قطعة مثلها حالياً في متحف كاليفورنيا في أمريكا، قطعة نادرة نادرة جداً. هذا يثبت أن قطر كانت موجودة في العالم القديم. في من الأشياء النادرة اللي هو القلم اللي كان يستعملونه السومريين. أغلب الناس تقول أن السومريين كانوا يستعملون المسمار لأن اسم الخط المسماري، لكن في الحقيقة كان عندهم قلم مثل نحن. القلم هذا عبارة عن حجر في مقدمته قطعة نحاس، إذا الشخص يبي يكتب على الطين اللين، وبقايا الطين يطلع من الجهة الثانية ويقدر يكتب به. إذا الناس اللي كانوا قبلنا عالم متطور وعارف شلون يعني يعيش مع الحياة اللي كانت موجودة ذاك الوقت. من الأشياء النادرة هذه القوقعة البحرية، الله سبحانه وتعالى خلقها بطريقة عجيبة، كلها الأقواس اللي فيها تعطيها القدرة على أنها تغوص لأعماق سحيقة حوالي 4 كيلو. اليوم ما في محارة تقدر تغوص إلى 40 متر، لكن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى خلقها على أساس أنها تكون تعيش في مناطق عميقة عميقة جداً بسبب وجود الأقواس من أولها إلى آخرها، كلها أقواس. هذا النوع هو حالياً اللي كان الدثر، هذه وجدت في ألاسكا في القطب الشمالي، لذلك ما زالت محتفظة باللون كانها توها بطلعينها من البحر. أنا أمتلك أنواع كثيرة من عظامة الديناصور، منها اللي هو رجل الديناصور، وعظمة العظمة هذه لأحدى
أكبر أنواع الديناصورات في العالم. هذه قطعة من الذيل اللي هنا رأس سمكة متحجرة من ملايين ملايين السنين. هذه القطعة اللي تقريبا لسمك الحوت. اللي هنا هذا رأس حيوان الديناصور اللي آكل العشب. اللي هنا رأس ديناصور التيراكس اللي أكبر ديناصور عاش على وجه الأرض من ناحية الوحشية، إنه كان وحش ما يأكل إلا اللحم. هذا رأس تمساح متحجر من ملايين ملايين السنين. اللي هنا الأسنان اللي قدرنا نحصل عليها من قطر، أسنان سمك القرش. وين حصلناها؟ في منطقة صحراوية دلك على أن المنطقة اللي رحنا لها كانت في الماضي بحر. من الأشياء العجيبة اللي عندي اللي هذه اللي تسمى بالعربية أو بالعامية الخروب، لكن هذه بالحجم هذه ما زالت البذر داخلها. داخل العلب هذه أول علبة، الإنسان الحجري القديم اللي عاش في قطر كان يستعمل السكاكين. هذه سكين، وهذا جزء من رمح. وهذه نبال كان يستعملها النبال في الدفاع عن نفسه وفي صيد الحيوانات. وهذه كمان نبلة. هذه السكين اللي كان يستعملها قطع أو صلخ جلود الحيوانات. هذه العلبة كانت مسكرة، وجدناها في قبر في شمال قطر. لما فتحناها وجدنا هذا الأصيص من البرسلان داخلها. داخل البرسلان هذا شيء عجيب، يمكن الكل يستغرب إيش اللي داخله. حصلنا سن إنسان مسوس. هذا الحجر اسمه لاتدرولويت. المكان الوحيد اللي موجود فيه الحجر هذه هي جزيرة مدغشقر في أفريقيا. اليوم ممنوع تصديره. في الماضي كانوا يقدرون يصدرون منه إلى دول أوروبا وأي مكان ثاني. العجيب في هذا الحجر أنه اليوم حجر كريم. البريطانيين نفسهم يأخذون قطعة صغيرة من الحجر هذا ويخلونه في مخباهم في جيبهم، لأن يعتقدون أنه يعطيهم الحظ. وفي شمال كندا الهنود الموجودين أو العايشين هناك يعتبرونه إله. أنا عندي الحقيقة ثلاث قطع من هذه، حاولت أحصل على المزيد لأن اللي شريت هذا ليه من هارتس في لندن قالوا مستحيل تحصل خلاص،
banded from world يعني ما في موجود حاليا عندنا او اي مكان ثاني. البترين اللي تشوفونها وراي هي موجود فيها اسماك متحجره جبتهم من لبنان، جبال لبنان منذ حوالي 5 سنوات. جزء منها اعطيته كهدايا لاصحابي. الاهم شيء اني انا احتفظت باكبر كميه من هذه الاسماك على اختلاف اشكالها، منها مربيان، الربيان، الاسماك اللي انقرضت كلها. عندي في المنطقه اللي هناك لوحه فنيه عن اسماك، 5 اسماك متحجره قدرت احصل عليها من امريكا من منطقه ويومي، عمرها حوالي 85 مليون سنه، اكتشفوها من حوالي 20 مليون سنه، لكنها تحفه على حجمها. عندي هناك صورتوها هذه ورده من المانيا، لورد زهره التولب، قطعه نادره تقريبا لفت العالم كله لين قدرت احصل عليها واشتريها. في البداية أحب أبتدي بالحقب القديمة مثل حضارة الرومان، حضارة السند، حضارة دلمون، وأحب أشرح لكم أول شيء عن حضارة الرومان اللي هي تبتدي من هنا، كل هذه الأشياء من حضارة الرومان. هذه من حضارة السند اللي هي باكستان، أفغانستان، شمال غرب الهند. هذه اللي هنا من حضارة سبأ. طبعاً اللي هنا من إيران، من بلاد فارس. اللي هنا من أفغانستان. هذين كلهم من حضارة الرومان. الحضارات اختلفت في عملية صناعة الفخار وطريقة تصوير الصور اللي موجودة في الإناء نفسه. الرومان كانوا يصورون بالأشكال الجميلة اللي كانت موجودة هنا، أما الدول الثانية اللي جات الفرس فكانوا يرسمون داخل الإناء. وكل الأواني الفخارية اللي عندي هنا ليست للأكل ولا الشرب ولا أي شيء، هذه كانت عبارة عن كهدايا أو يستعملونها في عملية الوضوء مثل الأفغان والفرس. نبتدي طبعاً بالأواني الفخارية الإسلامية اللي موجودة هنا عندي، هاي تقريباً كلها أواني إسلامية. في الإسلام ما كانوا يستعملون على العصر الأموي الحروف، ما كان عليها أي نقاط. بعدين بدأت شوي تتطور في العصور الثانية، لكن تغير الوضع لما بدأ
المقول يدخلون البلاد العربية، فبدأوا يرسمون داخل الأواني الفخارية، بدل ما كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم ولا إله إلا الله، تغيرت الأشياء، فصار يحطون صور داخل الأواني الفخارية. طبعاً بنرجع مرة ثانية للرومان. الرومان أبدعوا في الأواني الفخارية والنحاسية، ومن أجمل ما صنعوا هذا الأنية اللي هي عبارة عن إبريق صغير من الذهب الخالص، وكلها صور ورود وزهور، شيء تحفة فنية. في نفس الوقت صنعوا أشياء من أجمل ما يمكن، اللي هذه القطعة من الفيروز يمكن كانوا يستعملونها للعطورات، كلها نقوش ورسومات جميلة جداً. نرجع إلى العصور الأقدم اللي هي من حضارة سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه الآنية قدرت أحصل عليها من الفترة أو الحقبة الزمنية اللي كان عايش فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. قطعة نادرة جداً. على أيام السومريين كانوا يتعاملون بعملة معينة، العملة اللي كانوا يتعاملون فيها هذه القطع. عندي مجموعة منهم هنا، وداخل كمان بعد عندي مجموعة. الآنية اللي هنا من حضارة أفغانستان، صنعوا هذه الأشياء مش للشرب الماء ولكن فقط للوضوء. العجيب في هذه الآنية أن اللي صنعها ما نسى الاعتقادات اللي عندهم قبل، اللي هو كانوا يعبدون الثور، فحضارة السند كانت عبادتهم الثور، فعمل الإبريق لكن حط في رأس الإبريق رأس الثور اللي هي الآلهة مالتهم. ونفس الشيء في حضارة الفرس كانوا يستعملون هذه الأشياء للوضوء. هذه بعد إبريق للوضوء في حضارة أفغانستان. من أعجب الأشياء اللي عندي وأثمنهم هذا الصاع. الصاع طبعاً يستعمل فقط في أيام رمضان كمكيال، يحطون فيه الرز ولا العيش ولا الزبيب. هذا شريته أنا طبعاً من دولة صديقة بثمن رخيص، لكن كان لونه كله أسود، عملت تنظيف طلع أشياء عجيبة، كلمات كلها لشخص معين. بعد جهد كبير قدرنا نعرف من الشخص اللي كان له هذا الإناء، مكتوب عليه عز لمولانا السلطان العادل المظفر القاضي المحارب المباركي. المحارب المباركي هو حفيد صلاح الدين الأيوبي، وكان حاكم مصر. يعني هذا الصاع ما كان يطلع إلا بس في أيام رمضان حق الصدقات. من أجمل وأحلى قطع عندي. حضارة الفرس خاصة في منطقة اسمها نشبار، وكانت العاصمة
الإقليمية لإيران حاليا. في الماضي في سنة 2 ميلادي قاموا بعملية صناعة الفخار والرسم على داخل الإناء. طبعا هذه كانت تستعمل كهدايا للملوك، وأجمل ما صنعوا هذه القطعة. اليوم القطع هذه ما توجد إلا في متحف اللوفر في فرنسا، شريتهم أنا طبعا من النت. أحاول أدور على أي شيء مثلها ما في، خلصوها. أنا شريت قد ما قدرت منهم، لكن لأجمل واحدة يمكن أنا شريتها هاي القطعة بثمن غالي لكنها جميلة جدا. اللي هي عبارة عن ناس جالسين وكلهم يعزفون موسيقى بطريقة معينة، من أجمل وأحلى التحف اللي عندي. هذه الأساور من حضارة السند. هذه الأساور وجدت في القبور للناس اللي ماتوا. طبعا السند كانوا مشهورين في صناعة الأساور هذه. قيمة الأساور أنا شريتها بحوالي 5 دينار أردني. وجدت في الأردن. خذيت كمية أنا كبيرة منهم، لأن حضارة السند من العجيب فيها أنه منتشر في مناطق كثيرة من الهند، باكستان، أفغانستان، مروا عن طريق نهر الفرات إليهم وصلوا إلى في تجارتهم إلى الأردن. عندي هذه الإناء مصنوع هو من الزجاج، لكن مطلي بالطين أو الفخار، وكتب عليه آيات قرآنية. خفيف لآخر درجة، لكن يعني يعطيك منظر ممتاز وجيد كيف المسلمين في حضاراتهم القديمة قدروا أنهم يصنعون زجاج ويطلونه بالطين على أساس يكتبون فيه آيات قرآنية. رحلتنا مع التاريخ، ذكريات وضيوف تروى، ومشاهد تهفو لها القلوب. نرى فيها الأمس الراحل بكل تفاصيله. فترقبونا في الحلقة القادمة من برنامج مقتنيات، لنروي لكم رواية أخرى من التاريخ.